تخيل أن يمنع أحدهم عنك الماء حتى تكاد أن تهلك، ثم يأتيك بقطرة ويدعي أمام عدسات الكاميرا أنه أنقذك من الهلاك عطشاً. هذا تحديداً ما فعله جيش الاحتلال بنشره تسجيلاً في غزة يظهر جنوداً يوزعون الماء على الفلسطينيين. هذا التسجيل يأتي بعد 40 يوماً من قطع الاحتلال الإسرائيلي الماء عن قطاع يسكنه أكثر من 2 مليوني شخص، كثير منهم فقد حياته ظمأً وهو يأمل فقط شربة ماء ترويه قبل أن يغادرنا. نشاهد هذا المقطع من دعاية الاحتلال ومحاولته تلميع صورته. يواصل الاحتلال مشاهدين دعايته دون أي تردد. هنا يظهر مسعف إسرائيلي وهو يمثل دور طمأنة أم فلسطينية على طفلها ويتناسى أنه قتل منذ بدء العدوان 5000 من أقرانه. لنشاهد. لكن حبل الكذب قصير، فقبل 5 أيام نشر الاحتلال صورة جندي بدأ يساعد مسنا فلسطينيا اسمه بشير حجي في عبور الممر الآمن المزعوم، قبل أن تظهر صورة لاحقة للعجوز وقد أعدم ميدانيا في جريمة وثقها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. التسجيل الدعائي لتوزيع المياه في غزة قوبل بسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى منصة أكس غرد نادر ماهر وتساءل ساخرا: هل أجبتم على هذا السؤال؟ هل ترتكب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في غزة؟ هذا التسجيل أمر يدعو إلى السخرية فعلا. أما يوسف محسن مشاهدينا فقد وصف التسجيل الدعائي بأنه محاولة يائسة أخرى للإفلات من مسؤولية قتل آلاف الأطفال على امتداد 15 عاماً من الحرب على غزة وحصارها، قائلاً: لم يبدأ الأمر في 7 أكتوبر بل في 1948 على حد قوله. مغردة أخرى أطلقت على نفسها اسم Rhymes of History، اتهمت جيش الاحتلال بجمع من ظهروا في التسجيل عنوة لتصويرهم لأغراض دعائية في وقت تمنع فيه إسرائيل وصول المعونة الإنسانية الحقيقية إلى سكان غزة وتقطع عنهم الكهرباء والوقود والمياه. أما محمد علي فتهكم كاتبا: إنه ألطف جيش في العالم، جيش يقدم المعونة ويقول التقط لي صورة وأنا أساعدهم، لكن اجعل العالم ينسى أننا قصفنا بيوتهم ومستشفياتهم وقطعنا عنهم الغذاء والماء والكهرباء والإنترنت. وأخيرا غرد حساب Best of Times قائلا: شاهدنا هذا من قبل، ما لم نره هو ما يحدث لاحقا عندما تطلقون النار على هؤلاء. ولعله هنا يشير إلى الشهيد بشير حجي. ولمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من اسطنبول السيد نور الدين الميلادي، أستاذ الإعلام والاتصال السياسي بجامعة قطر. أهلا بك معنا سيد نور الدين. سيد نور الدين، بداية، يعني ما هي دلالات هذه الحملات الدعائية المزيفة التي يطلقها جيش الاحتلال؟ مساء الخير. هذه حملة بائسة، أعتقد أنها يعني ردة فعل لتنامي الوعي ليس فقط في فلسطين والمنطقة العربية، ولكن حول دول العالم وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث الضغط بدأ يؤتي أكله، بمعنى هناك وعي متنامي لدى الرأي العام العالمي عموما حول جرائم الاحتلال التي تقترف كل يوم. ينطبق عليهم هؤلاء، يعني يقتلون الضحية ويمشون في جنازته. فهذه حملات هي في واقع الأمر يعني تسخر على عقول الناس. أنا أعتقد أن الرأي العام العربي والغربي والعالمي أدرك في هذه اللحظة التاريخية أن حجم التزييف
يعني لا نريد أن نستخدم كلمات مثل الكذب لأنها صارت بالأطنان، ولكن هناك محاولات لتزييف الوعي هي تفشل كل يوم. مثلا توزيع المياه، نحن نعلم منذ الأسابيع الماضية كيف أن جيش الاحتلال أوقف يعني كل ما يتعلق بالخدمات الأساسية للبشر، الماء، الكهرباء، كل الخدمات الأخرى المتعلقة بالمواد الغذائية، المتعلقة بالطاقة، المتعلقة بحياة الإنسان الأساسية، والآن يتحدثون عن توزيع بعض القوارير للمياه. هم يسخرون، يعتقدوا أنهم ممكن أن يسخروا على عقول الناس، يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون كوزراء، كوسائل الإعلام وما إلى ذلك، ولكن لا أعتقد هذه تنطني. حقيقة الحملات هي لم تتوقف على هذا، هي حملات متعددة فيما يتعلق بمحاولة كذلك فبركة أحداث لم تحدث، ونحن نعلم أن خلال الأسابيع الماضية كيف أن القنوات الرسمية الإسرائيلية تناقلت عنها قنوات دولية مختلفة، يعني الكثير من الفبركات، ولكن يكتشف العالم بسرعة وبسرعة كبيرة كيف أن هذا هو جزء من محاولة لتزييف الوعي. طيب السيد نور الدين، إلى أي مدى يمكن القول أن الجانب الإسرائيلي فقد توازنه وسيطرته على الجانب الإعلامي من هذا العدوان على غزة؟ أنا أعتقد يعني ما حدث من حراك دولي، خاصة لما نتحدث على المسيرات والمظاهرات في السياق الأوروبي والسياق كذلك الغربي عموما، تشهد بأن هناك فعلا فقدان للتوازن فيما يتعلق بالرواية الإسرائيلية التي أرادوا لها أن تنجح، ولكن حبل الكذب دائما هو قصير كما ذكر في تقريركم، لأن المسيرة مثلا اللي حدثت في بريطانيا الويكند السبت الماضي التي يقول المراقبون تتجاوز 800,000، ما يحدث في يعني دول أوروبية مختلفة، ما حدث في الولايات المتحدة من حراك على مختلف الصعد، ليس فقط على المستوى الشعبي ولكن على المستوى القانوني. مثلا هناك تحشيد الآن لمئات من المحامين والدوائر القضاء يعني أخذ إجراءات قانونية ضد كل من تورط في هذه المذبحة التي تحدث ليس فقط في غزة ولكن في كامل فلسطين، في الضفة، في القدس، طيب في أماكن مختلفة. هل يعني هل سيستطيع الاحتلال الإسرائيلي في ظل كل الصور التي تخرج من غزة أن يغير الرأي العام الآن؟ لا أعتقد، أنا أعتقد يعني نحن الآن في مرحلة تاريخية فاصلة فيما يتعلق بهذا الصراع. يعني ما حققه إلى حد الآن أنا في اعتقادي يعني الجهة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية هو تدمير البنية التحتية في غزة، وحتى كذلك في بعض مدن الضفة، كذلك تدمير المباني، قتل أكثر من 11,000 بشر، قتل ما لا يقل على يعني 4,000 طفل وشاب وامرأة، هذا الذي حققه. وهذا في واقع الأمر يعني كله ينفي كل ما يدعي الاحتلال بأنه حقق يعني زي ما تقول اختراقا فيما يتعلق بالسيطرة على المقاومة سواء في غزة أو في مناطق أخرى. أنا أعتقد نحن الآن في مرحلة اللا رجعة. هو يحاول أن يطيل أمد الحرب لكي يتمكن من تحقيق أكثر ما يمكن من الدمار، ولكن هل هذا الذي سوف يحققه؟ لا أكثر أنا في اعتباري الرواية الفلسطينية فيما يتعلق هذا الصراع قد أنا في اعتقادي هي فازت إلى حد الآن. شكرا جزيلا لك سيد نور الدين الميلادي، أستاذ الإعلام والاتصال السياسي بجامعة قطر، كنت معنا من اسطنبول.